صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه: وأما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية النفس، أما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطل، فيقال له الرياضة عبارة عن ملازمة العزلة والخلوة وتناول الحلال والجوع. هذا هو تفسير الرياضة، ملازمة العزلة والخلوة وتناول الحلال والجوع والتقليل من الدنيا على سبيل الزهد فيها ومداومة التعبد والذكر. وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده، والذكر لمن لا يعرف مذكوره، والتقوى لمن لا يعرف آمره وناهيه، أو طلب مباح لمن لا يعرف المبيح؟ نعم، لا
ينكر أن الاستعانة بذلك بعد معرفة الله تعالى وأحكام ما يتقرب به إليه سبب لرسوخ المعرفة، فالزيادة في المعارف وتعرض لكثير من المواهب والترقي من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، فالبحث عن ذلك فرع تحصيل أصل الإيمان بالنظر الصحيح وتحصيل علوم يطول تتبعها إلى آخر. فين هنبدأ في الحاشية؟ من حيطان عند القارئ. لا قارئ خلاص لا درس. وأما من زعم أن طريق المعرفة يعني المعرفة بعقائد التوحيد اللي هي إيه؟ الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطل. قبول والمجاهدة من عطف الدين على الكون، لأن الرياضة ملازمة العبادة من عبادة مع مجاهدة النفس من عبادة من ذكر وصلاة وصوم ونحو ذلك. يعني عندما قال أما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة، هنا يقول الرياضة والمجاهدة، يقول من عطف الجزء على إيه؟ على الكل، يعني بيعطف المجاهدة على إيه؟ على الرياضة، والمجاهدة جزء من الإيه؟ من الرياض. قوله وتصفية الباطن أي من الحسد والكبر والرياء والعمر. قوله عبارة أي معبر بها. قوله وتنويه. عندما أقول هذه عبارة يعني جملة أو كلمة أعبر بها أو شيء معبر به. يعني الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن، فيقال له الرياضة، يعني يقال له يعني لمن زعم أن طريق المعرفة الرياضة، يقال له الرياضة عبارة عن ملازمة العزلة والإيه؟ الخلوة. قوله على سبيل الزهد فيها لا لمانع التقرب. قوله يعني ملازمة العزلة وإيه؟ والخلوة وتناول الحلال والجوع والتقليل أو التقلل من الدنيا على سبيل الزهد فيها. وممكن يكون هو يقلل أو يترك لأنه لا يقوى على الطعام، لأنه مريض، يعني يفعل ذلك بسبب مرضه، فقال على سبيل الزهد، يعني التقليل ده لأنه زاهد ليس لمانع هو المرض أو نحو ذلك. قوله والمداومة عطف على الملازمة وهي بمعناها فقد تبنى عبارة من صفة الاستقرار. يعني كلمة عطف، شيل يا اخي البتاع دي عشان ما مش
كلمة في كلمتين بمعنى واحد هي مداومة وملازمة، لأن المداومة فيها معنى الملازمة، وكذلك الملازمة فهذا تفنن فرارا من ثقل التكرار، يعني عشان ما تكونش العبارات ثقيلة. قوله وكيف يمكن تعبدون ما لا يعرف معبوده الى اخيه استفهام الذي معنى يعني اذا كان معنى الرياضه هكذا الى ان وصل في تعريفها الى قوله ومداومة التعبد والذكر، يعني الرياضه دي العزله والجوع والتقلل والزهد والتعب كل ده مجموع، هذا يسمى الرياضة، يعني يروض نفسه. فكيف يمكن هذا التروض أو التريض لمن لا يعرف معبوده، وكيف يكون ذكر لمن لا يعرف مذكوره، أو كيف تكون التقوى لمن لا يعرف، لأن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وهو لا يعرف الآمر ولا ولا النهي، فكيف يتصف بالتقوى؟ قوله وكيف إلى أخيه استفهام من كريم معنى النفش، أي ولا يمكن التعبد إلى أخيه، لأن التعبد خلق معرفة، والمراد التعبد الكامل، وإلا فأصل التعبد المدار فيه على الذنب من وجود المحبوب ولو من غير دليل. قوله لسه احنا رحنا فين؟ اصبر يا شيخ محمد، رحنا انت ماشي كده وخلاص. وكيف الى اخره استفهام انكاري، يعني بمعنى النفي، اي ولا يمكن التعبد الى اخره، لان التعبد فرع المعرفة، يعني عبادتك للمعبود سبحانه وتعالى هذه متوقفة، يعني لا تصح العبادة إلا بمعرفة مين؟ المعبود. العبادة في عبادة وفي قربة وفي ثاني وفي طاعة. العبادة فيها ثلاث أشياء، تتوقف على النية وعلى وعلى المعرفة وعلى تاني هم ثلاث كلمات، توقف على نية من العبادة لا تصح إلا بنية، وعلى معرفة. أما الطاعة هي امتثال الأمر، لا تتوقف على نية، والقربة كذلك زي العتق، لا تتوقف على على نية، إنما تتوقف على معرفة. ففي اشتراك فرق بينه الشيخ زكريا الأنصاري بين العبادة والنية، بين العبادة والطاعة والقربة، ومثل مثلا بالنظر، النظر ده لا يكون عبادة، خلاص كده، ولا يكون طاعة، ما فيش أمر. إذا فيهم الذي يحضرني الآن، العبادة هنا لازم تتوقف على المعرفة وعلى النية، سيبنا من الباقي حد الحين نستحضر الفروق بينهم. إذا العبادة يعني كيف يمكن العبادة من غير معرفة المعبود؟ هنا راح بيقول بيقول ولا يمكن التعبد إلى آخره، لأن التعبد فرع المعرفة، والمراد التعبد الكامل. ليه؟
وإلا فأصل التعبد المدار فيه على الجزم بوجود المعبود ولو من غير دليل. يعني رجع إلى إيه؟ إلى شأن التقليد، لأن المقلد يجزم بوجود الإيه؟ بوجود المعبود، إلا أنه إيه؟ ليس عنده إيه؟ دليل. يعني هو مقلد ولكنه في اعتقاده إيه؟ جازم. أقرأ. قوله والتقوى بانتثال الأوامر واجتناب النواهي. قوله مقبلة المباح أي تلاميذ من حيث أنه مباح شرعا. قوله نعم إلى آخره. يعني طلب، يعني لما يكون هنا التقوى اللي هي الامتثال والاجتناب، ده او طلب مباح، كل ده بيفسر ايه، بيشرح ايه، ان طريق المعرفة هو ايه، الرياضة والمجاهدة وتسوية الباطل. فيقول او طلب مباح، يعني كيف يمكن الحكم بان هذا مباح؟ من الذي يقول مباح او غير مباح؟ يعني من المبيح؟ فلأجل هذا بيقول او طلب مباح لمن لا يعرف الايه، لمن لا يعرف ايه المبيح. نعم قوله نعم الى اخره اشتراك على الرويد وان المزاح على الطريقه العامه الى الرياضه الى اخره. قوله لا ينكر، لا ينكر أن الاستعانة بذلك، يعني كأنه بيقول نعم لا ينكر، يعني كأن هناك استدراك، يعني نفي شيء يتوهم إيه ثبوته، أو ثبوت شيء يتوهم إيه نفيه، فبيستدرك بيقول لا ننكر يعني أن الاستعانة بذلك، يعني ممكن إنسان يستعين بالرياضة والمجاهدة وتصفية النفس، وهذا هو طريق للصوفية، ولكن هذا بعد المعرفة، بمعنى أن هذا ليس طريق المعرفة، لأنه يكون بعد المعرفة، هو طريق المزيد أو طريق الكمال في المعرفة أو طريق التجليات أو المشاهدات، هذا بعد الإيه؟ بعد تحقيق المعرفة بالأدلة اليقينية. يعني كأنه حتى لا تفهم أنه ينكر الرياضة وكأنه يهاجم الصوفية، لا، هو بيقول لك ده صحيح، لكن متى يكون هذا؟ بعد المعرفة لا قبل. قوله لا يكون الاستعانة بذلك أن يكون من الرياضة والمجاهدة والتصفية. قوله بعد معرفة الله، يعني يقول لك هذه يستعان بها، يعني كأنها وسائل مساعدة أو معينة، وليست هي الأصل في الوصول إلى المعرفة. قوله بعد معرفة الله أي بعد الوصول إلى فهي ربما أنكر عليها نشأة حسن المعرفة. يعني إيه اللي بيشجعك على الرياضة أصلا والانقطاع والتبتل والزهد؟ هو المعرفة، فالمعرفة حاصلة، فمعنى هذا أنه لا نحصلها عن طريق الإيه؟ المجاهدة والرياضة وغير ذلك، وإنما هذا إيه؟ أمور نستعين بها بعد المعرفة لإيه؟ للوصول إلى معارف أحلى أو أكمل أو أجمل، أو معارف ذوقية أو كشفية، اللي هي بيسموها الأسرار والعلوم اللدنية، لكن لا بد الأول يكون فيها إيه؟ جانب، لأن العلوم اللدنية دي والمواهب دي ليست كسبية، هي مواهب وفيوضات وتجليات، لكن تيجي لمين؟ تيجي اللي هو إيه؟ مكتسب طريق المعرفة بطريق النظر، طريق المعتاد للحلم،
وذلك الجانب الأساسي في الولاية هو الجانب الكسبي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهو شرع وامتثل الأوامر واجتنب النواهي وسار على الطريق المستقيم. بعد كده إيه؟ يجل الفروضات والفتح والإلهامات والإشراقات والتجليات والأنوار ده بعد. فالأول لازم يكون إيه؟ وحصن إيه؟ للطريق الكسبي طريق المعتاد. قوله وأحكامه من تقرره إليه إلى أخيه، أي وبعد معرفة الأحكام من الآيات التي تقرر بها إلى الله من صلاة وصوم مثلا، فهو بفتح الأحزاب. يعني الرياضة والمجاهدة ممكن توصلنا إلى مقام المشاهدة القرب المحبة، وليس إلى المعرفة إلا إذا أردنا بالمعرفة يعني معرفة من نوع آخر، ليست المعارف العقلية، معارف وجدانية، هذا موضوع ثاني. لماذا قصدنا بالمعرفة هنا؟ ها؟ هي الجزم، القطع، الإيمان الراسخ الجازم، ولا شك فيه بوجود الخالق سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. نعم. أي وبعد معرفة أحكام العبادات التي تقرر بها إلى الله بصلاة وصوم مثلا، فهو بفتح الهمزة ويصير كسروها. قوله أحكام فين وأحكام؟ نعم نعم، الاستعانة بذلك بعد معرفة الله تعالى وأحكامه، يعني بعد معرفة الله تعالى وبعد معرفة أحكام العبادات، أحكام ما يتقرب به إليه، سبب لرسوخ المعرفة. يعني الحاجات دي كلها دي ليست سبب في تحصيل المعرفة، وإنما سبب في إيه؟ في رسوخها، في يعني زي ما بيقولوا في تثبيتها او في كمالها. نعم. فهو بفتح الهمزه ويصير كسرها بمعنى قال. يعني ممكن تكون ايه؟ احكام، يعني مفهوم المعنى جمع حكم، ممكن تكون بكسر الايه؟ الهمزه، يعني هتبقى ايه؟ عطف على معرفه. لأن الاستعانة بعد معرفة الله وإحكامه، وتكون بمعنى إيه؟ بمعنى إتقان. رسوخ المعرفة السابقة قوله في إيه؟ والزيادة في المعارف، ده كلام جديد، والزيادة في إيه؟ المعارف غير المعرفة دي إيه؟ دي يقول دي معارف وإشراقات وزيادة، ليست هي الإيه؟ الأصلية. الأصلية اللي هي إيه؟ عليها المعول، وبها يكون مؤمن وإيمانه نافع أو غير نافع، كما هو الشأن في مذهب الشيخ في مسألة التقليد، انه ما بيعترفش بموضوع التقليد ده خالص، يبقى اما في معرفة اما ما فيش. انما الزيادة دي الزيادة في المعارف، والزيادة في المعارف اي غير المعرفة الأصلية. بعدين ايه؟ الزيادة في المعارف وتعرض ولا تعرض ولا الزيادة في المعارف وتعرض لكثير من المواهب، أي فكثرة المواهب ترجع لكثرة المعارف. يبقى هو المفروض ما فيش واو، والزيادة في المعارف سبب لرسوخ المعرفة
وأحكام ما يتقرب به إليه سبب لرسوخ المعرفة وتعرض لكثير من اللي هو الاستعانة بذلك وإحكام أو أحكام هذا هو إيه خلاص لا يلا قوله وتعرض عطف على سبب قوله لكثير من المواهب اي المعارف فكثره المواهب ترجع لكثره المعارف يبقى تعرض يبقى هي سبب لرسوخ المعرفة وتعرض لكثير من الايه من المواهب أي المعارف فكثرة المواهب ترجع لكثرة المعارف. نعم. مش سامع والله. قوله وزيادة في المعارف هذا يعني بيقول هنا إيه الاستعانة تمام كده بذلك يعني بما سبق من إيه من الكلام في الرياض بعد معرفة الله. وأحكام يعني وبعد معرفة أحكام العبادات التي تتقرب بها إلى الله لأن العبادة هي سبب للتقرب ده الاستعانة والأحكام معرفة هذا سبب لرسوخ المعرفة وسبب لأنك تتعرض لكثير من المواهب يعني هتستفيد حاجتين المعرفة هتكون راسخة وليست معرفة كده عابرة ثم بعد ذلك هتزداد من الايه من المواهب والمواهب دي هتكون سبب في كثرة المعارف الغيبية معارف اخرى ليست هي المعرفة الاصلية وضحت عندك قوله والترقي وتعرض للترقي يا شوف الكلام بيفسر بعضه تعرض لكثير من المواهب والترقي يعني وتعرض للترقي اي الانتقال ترقي يعني حتترقى تنتقل من ايه من مرتبة الى مرتبة اعلى هذا هو المراد بالترقي يعني حتصعد في سلم الوصول في درجات الكمال قوله إلى مقام الإحسان بحيث يصير ملاحظة مستقرا مولاه عند كل شيء في حاله يعني حيترقى من مقام الإيمان إلى أن يصل إلى مقام الإحسان طبعا الإحسان مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك إيه تراه ذلك يقول بحيث يصير اللي هو ايه المترقي يعني ملاحظا ومستحضرا لمولاه عند كل شيء وفي كل حال فما ترى الله تعالى الا ايه فما ترى شيئا من الاشياء الا وترى الله تعالى عنده خلاص كده طبعا بحسب الدرجة وبحسب القرب بعضهم قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله تعالى قبله بعضهم قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله بعده يعني يستدل ينتقل من وجود الله إلى وجود الشيء وهذا رأى الله قبله الثاني ينتقل من وجود الأشياء من وجود الأثر إلى وجود المؤثر فيقول إلا رأيت الله بعده والثالث اللي هو أكمل حالا يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه خلاص هي إيه أحوال لذلك بيقول إيه مقام بحيث يصير ملاحظا ومستحضرا لمولاه عند كل شيء وفي كل حال فالبحث عن ذلك فرع تحصيل أصل الإيمان
بالنظر الصحيح، يعني هذا لا يبحث فيه إلا بعد أن نصل إلى الأصل، والأصل لا يأتي بهذا إنما يأتي بالإيه؟ بالنظر. يعني أصل الإيمان لا يحصل بالمجاهدات والمكاشفات والرياضيات، إنما يحصل بإيه؟ بإيه؟ بالنظر الصحيح بالمعرفة، وطريقه هو إيه؟ النظر الصحيح. يلا قولوا البحث عن ذلك أي الإمتثال بما ذكر من الدلالات ومعرفتك عليها. قولوا المفرد إلى أبيه أي لا فرع من تحصيل الإيمان التام، يعني فرع. فالبحث عن ذلك فرع، يعني ده فرع، وهي الأصل بتاعه تحصيل أصل الإيمان بالنظر الصحيح. فالبحث عن ذلك أي فالالتفات لما ذكر من الرياضة وما عطف عليها قوله فرع إلى آخره، أي لا فرع لتحصيل الإيمان الكامل، يعني هو فرع لإيه؟ يعني الأصل بتاعه اللي هو الإيمان الصحيح اللي هو عن طريق النظر، ثم يتفرع بعد ذلك الأمور التي يستعان عليها بالرياضة والمكاشفة، لكن ليس هو إيه الأساس في تحصيل الإيمان. لا فرع لتحصيل الإيمان الكامل، قوله بالنظر الصحيح متعلق بمحذوف، أي فرع تحصيل الإيمان المصاحب المعرفة الكائنة بالنظر الصحيح. يلا فين في الشرح؟ وتحصيل علوم يطول تتبعها، والتقدم لمعالي الأمور قبل إتقان أصولها وضبط طرقها عجلة وشهوة نفسانية توجب لصاحبها الفضيحة دنيا وأخرى، وإلا فالبراهمة والنصارى قد ارتاضوا على عقيدة فاسدة فلم يزدهم ذلك إلا ضلالا. وكثيرا ما يغتر أصحاب هذه الطريق بالتخيلات الشيطانية أو النفسانية نوما ويقظة ويعدونها كرامات، وهي في الحقيقة استدراج وزيادة لهم في أنواع الضلالات. يلا شكرا. قولوا وتحصيل علوم يطول تتبعها إلى أخره، أي وفرق تحصيل العلوم، أي المسائل العلمية ومسائل علم الفقه وعلم التصوف. وتحصيل علوم يطول تتبعها، يعني فالبحث عن ذلك فرع تحصيل أصل الإيمان وفرع تحصيل علوم يطول تتبعها. لذلك يقول لك متعلق بمحذوف، أي فرع تحصيل الإيمان المصاحب للمعرفة الكائنة، فهذا معطوف عليه. قوله وتحصيل وفرع تحصيل علوم أي مسائل علمية، يعني بعد تحصيل أصل الإيمان بالنظر الصحيح اللي هو المعرفة، وبعد تحصيل العلوم التي يجب علينا أن نتعلمها في بادئ الأمر الفقه وعلم التصوف والتزكية إلى غير ذلك، ينتج عن ذلك هذه الأمور التي سبق أن تكلم عنها. قوله هو التقدم، قوله هو التقدم في معاني الأمور، المعاني جمع معلاة، المعالي جمع معلاة، مش كده؟ الأمر المكسب للشرف كالذكر وتناول الحلال والعزلة، يعني هذه هي الأمور التي تكسبك أو تزيدك شرفا وقيمة عند الله تعالى، فأنت تكون بتتقدم لمعالي الأمور، والمعالي الأمور
العالية الكبيرة وليست سفاسف الأمور والأمور الدنيئة. فكونك تتقدم لمعالي الأمور يعني عاوز الأمور العظيمة قبل إتقان الأصول وضبط الطرق دي عجلة وشهوة نفسانية. والتقدم لمعالي الأمور قبل إتقان أصولها يعني كأنه هو بيطلب الزبد وبيطلب المكاشف وبيطلب الولاية قبل أن يحسن فرائض الوضوء أو قبل أن يعرف الحلال من الحرام أو قبل أن يعرف الاستنجاء. يعني عاوز معالي الأمور قبل إتقان الأسس والأصول. فهذا منزلق خطير قوله قبل إتقان أصولها يعني من معرفة الله والأحكام الشرعية والمسائل الصوفية. يعني في مسائل في التصوف في البداية لابد من الاكتساب، لابد من التربية عليها، لابد من تحقيقها في الأول حتى يصل إلى إلى الكمال في التصوف. مش من البداية عاوز يبقى من البداية كده يعني. نعم يعني من أولها كده من غير مجاهدة ومن غير مقدمات يقفز مباشرة على على المناصب الكبيرة المهمة. قوله طرقها أي تلك الأصول، أي طرق هي تلك الأصول، وضبط طرقها اللي هي طرق هذه الأصول. فالإضافة للضمير بيانية طرقها. قوله عجلة خبر قوله والتقدم يعني والتقدم عجلة يعني استعجال تحصيل الشيء قبل أوان زي تزبزب قبل قبل أن يحصر. يعني عاوز يبقى زبيب بسرعة يتزبزب ولسه هو ني ولم لم يستوي ولم يجف ولم ينضج. يعني هذه عجلة وشهوة نفسانية توجب لصاحبها الفضيحة يعني يفتضح عند امتحان غيره له. وإلا يعني وإلا نقل إن الرياضة ناشئة يعني إن لم نقل هذا بأن قلنا غيره. وإلا نقول إن الرياضة ناشئة عن المعرفة بأن قلنا إنها محصلة للمعرفة. وقلنا الرياضة هنا الرياضة نحن قلناها ناشئة يعني هي تأتي بعد المعرفة يعني هي تزيدك في المعارف والوجدانيات والإشراقات لكنها لا تنشأ منها المعرفة. وذلك قال وإلا يعني وإلا نقول إن الرياضة ناشئة عن المعرفة. أفرض قلنا إنها محصلة للمعرفة كما قال هذا الزاعم لمنع ذلك أو لمنع ذلك لأن البراهمة وإلا فالبراهمة والنصارى قد ارتاضوا على عقيدة الفاسد. هل رياضتهم أوصلتهم إلى العقيدة الصحيحة؟ لا. إذن الرياضة لازم تكون مبنية على ناشئة عن عقيدة سليمة وليست هي المنشئة للعقيدة. لأن كثيرا من الرهبان والأحبار والنصارى واليهود ارتاضوا وهم على عقيدة فاسدة ويحسبون أنهم على على شيء على إنهم هم الكافرون. قوم من اليهود محبوبون إلى رجل اسمه براهيم. البراهيم قوم من اليهود. البراهيم دول
تبع الهند تمام. يمكن الى يهود الهند مثلا بكده النسبه. المهم هم قوم يعني من اهل الضلال او قوم الكفار طبعا، منسوبون الى رجل اسمه برهم، قوله قد ارتابوا على عقيده فاسده كاعتقاد النصارى ان المسيح ابن الله واعتقاد البراهمه قدم العالم ونفي الرسالة. فمن عقائد البراهمة قدم العالم ونفي رسالة مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن لأنهم يعني اشتركوا مع اليهود في نفي الرسالة فجعلهم من اليهود. إيه اللي خلاه يقول البراهمة قوم من اليهود؟ عشان هم اتفقوا مع اليهود في نفي الرسالة فهم منهم في هذا ال... نعم. اليهود خصوص رسالة سيدنا محمد، أما البراهمة بينفوا الرسالة كلها مش كده؟ لكن احنا اللي يهمنا ايه دلوقتي؟ ان هم اشتركوا مع اليهود في ايه؟ في نفي رساله سيدنا محمد. انا عاوز اعرف كيف جعلهم من اليهود؟ كيف جعل الشيخ البراهيم من اليهود؟ لا ما فيش كده. ممكن كلمة اليهود والهنود ممكن تكون مصحفة من الهنود وليست اليهود، ممكن هذا هو القريب إلى الصحة. قوم من الهنود، وفي حاجة مهمة كمان بيقول قوم من مثلا بيقول من الهنود منسوبون الى رجل اسمه ايه؟ برهم، قد ارتادوا على عقيده فاسده كاعتقاد النصارى. يعني لو كانوا اليهود ما كانش يشبه عقيدتهم بمين؟ بالنصارى، وكاعتقاد النصارى ان المسيح ابن الله، واعتقاد البراهمة اللي هم العذراء قدم العالم ونفي الرسالة. يبقى إذا ما في ذكر لليهود، هي الكلمة إيه؟ الهنود. الله أعلم، هذا غاية ما يعني استطعنا أن نصل إليه. والله شكرا. قوله أصحاب هذه الطريق هم المختارون قبل المعرفة. وكثيرا ما يغتر اصحاب هذه الطريق اللي هم ايه؟ الذين يسلكون طريق الرياضه والمجاهده قبل المعرفه، هتحصل لهم ايه؟ خبلات وخزعبلات وهوس. بيقول ايه؟ وكثيرا ما يغتر اصحاب هذه الطريق بالتخيلات الشيطانيه، اي بالامور الخارقه للعاده التي يظهرها الشيطان لهم. أو نعم فصل من نحن الإخوان. قال أبو محمد رضي الله عنه: ذهبت البراهمة وهم قبيلة من الهند، فيهم أشراف أهل الهند، ويقولون إنهم من ولد برهم ملك من ملوكهم، ولهم علامة يعترضون بها وهي ملوك ملونة بحمرة وسكرى يتقلدونها تقلد السوق، وهم يقولون بالتوكيد على نحو قولنا انهم انكروا النبوات، وعمدة الحجاج بذكرها انه قال من قبل النصح ونسب هنا للهند. يعني ما فيش كلمة يهود عندك؟ لا، هو قال قبيلة من الهند. ايوه، يبقى هنا قوم من الهنود، من الهنود. يبقى كأنه في بس حرف واحد بس فيه. ما هي اليهود والهنود زي بعض كده الشكل كده.
مش زي بعض في الأوروبا، حد من الهند. بحيث ان النفس تظهر ولا تظهر لهم في النوم او اليقظة، تظهر لهم حالة حسنة. ويعدونها، يعني الامور اللي هي الشيطانية دي يعدونها كرامات. ما فيش حاجة اسمه كرامات ولا معجزات ولا حاجة تحصل من غير أهل السنة والجماعة، دي تخبلات و خيالات وأوهام، وإن كانت خوارق حقيقية من باب الاستدراج، لأن الكرامة دي علامة على الاستقامة وليست علامة على الانحراف والضلال. ما دام ظهرت الكرامة على يد غير ملتزم أو غير مسلم أو غير، يعني أيا كان، عاصي فاسق كافر، بهذا استدراج ما يسمىش كرامة، لأنه ضابط الكرامة تكون على عقيدة إيه؟ على عقيدة صحيحة، ولا توجد عقيدة صحيحة غير عقيدة الأزهر الشريف، عقيدة أهل السنة والجماعة. في عقائد ثانية صحيحة؟ فيش. ولذلك الشيخ عبد العزيز، سيدي عبد العزيز الدباغ في الإبريز بيقول إيه؟ ما فيش أولياء ليس لله ولي على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، ما فيش ولي من الكرامية، ولا ولي من المعتزلة، ولا ولي مثلا من الخوارج. هل رأيت الوهابية عندهم أولياء ولا قبور ولا حتى مساجد فيها نذور؟ ما عندهم، ما فيش حاجة اسمها إيه الأولياء والمحبة كده وزيارة الصالحين إلا عند مين؟ أهل السنة والجماعة. مش موجودة عند الإيه؟ إنما إذا وجدت عند مثلا طوائف منحرفة أو ضالة باطنية أو كذا، فده استدراج، لأن العقائد غير صحيحة فاسدة. وبناء على هذا، إنه العقائد الباطلة إذا كان فيها مقامات أو قبور أو أولياء، بناء على هذا يأتي قول القائل: وكم قبة تزار وصاحبها في النار. في قباب كثيرة كده وفي صناديق كبيرة حولها ورايح في ذلك، لأنه مش ليس إيه على الأصول الصحيحة، ليس على الاعتقاد السليم. هل تعتقد أنه في أولياء غير نحن؟ مفيش. أهل السنة مش احنا. ها؟ لا، في قوله: كرامات جمع كرامة، وهي أمر شرعي بالعادة يظهر على يد الله الصالح غير الأنبياء. الكرامة بس يكون غير نبي، لأنه لو كان نبيا حتكون إيه؟ معجزة. قوله استدراج، الاستدراج هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على غير يد مدعي الصلاح، سمي بذلك لأنه يغتر به صاحبه حتى إيه؟ استدراج، حتى إيه؟ يدرجه ويوقعه فيما هو أعظم مما هو عليه من المعاصي، فيأخذه الله تعالى أخذا لا يمكن إفلاته، زي الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني إيه معنى الاستدراج؟ إنه يعطيله
أشياء تظهر على يدي فيغتر بها، فينتقل من معصية إلى معصية أعظم، حتى إذا أخذ يبقى إيه؟ ليس له إفلات، وليس له إيه؟ مهرب، وليس له منجا. هذا معنى الإيه؟ الاستدراج. والله تعالى ذكره في القرآن الكريم، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. في التعبير هو أفضل يا شيخنا يكون القرآن ما قلنا احنا ما لا ننكر هذا، لما نقول لك الاستدراج ده يقع على ايه؟ لو حصل فعلا ايه؟ في حاجات، بس انا الاعتقاد ان هذه ايه؟ تمويهات او خيالات مش حقيقيه. زمان كانوا يقولون بلعة العذرم في الاعياد بتاع صار مش عارف طلعت في الوراق غريبة، يطلع في الاخر ايه؟ عبارة عن ايه؟ امور كده لعيب او حيل، وليس ايه؟ حقيقة. في كثير، وكان هذا مشهور وموجود جدا في اوروبا وفي في اسبانيا بالذات، كان يطلعوا حاجات كده غريبة للناس، والناس تخر في الجدل وتبكي وتصرخ، ممكن تقتل يقتلون انفسهم، ويطلع في الاخر ان ده كله ايه؟ زي شغل السحرة، ليس له ايه؟ ليس له حقيقة. كثير من واحد مرة كان ذكر قصة انه دخل كنيسة في اسبانيا فوجد صليب، عارف زي النجف اللي في نصف القاعة، في النصف كده واقف وحده، لا في حاجة شداه من فوق ولا من تحت ولا من، ومضيء كده إضاءة تامة، وواقف في النصف واحد بأربع يعني أضلاع أو صليب كامل من كل جهة، ولكنه إيه؟ ما فيش حاجة تحمله ولا حاجة مربوط فيها منه. فعلى طول أول ما يشوف حاجة زي كده يروح مرمي إيه ساجن على طول، مهما عملت معاه خلاص، هو لا يدرك إنه ده إيه يعني. كان احد المسلمين او احد اليهود دخل معهم من غير اذن الله، وكان صادف، هم طبعا بيفتشوا الناس، ما حدش يدخل معاه مفاتيح ولا حديده ولا اي حاجه، هو ماشي كده كان بين حاجه بسيطه في جيبه كده زي شفره كده، فراحت ماسكه في الايه في الحائط، فعرف انه في احجار مغناطيسيه في الايه في الكوكب، فدي جايبين احجار مغناطيسيه كبيره جدا عاملينها في الارض مع اتجاهات، والحجر بيعمل ايه توازن، حجر ده يشده كده وده يشده كده وده فوق وفوق ودور، القوة المغناطيسية. لو انت جبت مغناطيسين في قوة واحدة وحطيت مسمار بينهم، تجد المسمار في النص، لا راح هنا ولا راح هنا، ده بيشده كده ده بيشده كده، ده اسمه ده برهان الايه؟ التمانع ده. لا حد ده عارف يجيبه ناحية ولا ده عارف يجيبه ناحية. فلما عرف السر، عرف انه غرفة كلها مغناطيس، فجايب معاه حاجة كده أزميل ولا حاجة قاعد يحفر يحفر لحد ما خلع حجر، فلما خلع حجرين بيحصل يختل التوازن، أصبحت القوة مش إيه؟ ليست متساوية، يعني هنا في قوة أكثر من هنا، فالقوة الشديدة تجذب المغناطيس فوقع إيه؟ فانكسر، لأنه أصبح ما فيش قوة بتوازن، الشد مش واحد، مش بال بنفس الايه القوه. فظهر الايه او فضح السر، يقول لك هنا ايه؟ توجب لصاحبها الفضيحه، هل فضح؟ لان ده مش حقيقي، خيالات. وان كان فعلا يبقى استدراج. هذا ما نعتقده، انه لو كان ده دليل على صحه معتقدهم يبقى اذا ما فيش هنا ايه؟ عقيدة، يعني ما ندعيش ان احنا فقط على الحق، كل واحد معاه كرامة او معاه. وهل يمكن تأييد العقائد الفاسدة بالمعجزات؟ هل يمكن؟ ولا بد ان يكون الدين الحق او العقيدة الصحيحة واحدة فقط.
لو حتى ظهرت مليون كرامة معاهم مش هنؤمن بها، لأن هذه تمويهات وخطأ. لا نعتقد أن لهم كرامات، مش ممكن، إلا حيث نعتقد بصحة إيه؟ بصحة عقائدهم. معناها كده يعني أنت عاوز تقول لهم هم لهم كرامات زي ما احنا لنا كرامات؟ عاوز تقول كده؟ مال ايه؟ ايوه ايوه ماشي، لكن هل يصلوا بها الى حياه صحيحه؟ يعني تجلى لهم الشيطان، هتظهر لهم يعني استدراجات، مش لانه عقائدهم مبنيه على باطل. ايوه يا شيخ. هل يتم استخدام الجانب العقائد الاجنبي؟ هل ممكن ممكن. ما الذي يمنع يستعينوا بالايه؟ هم بعض الصحه. اي ما هو كل السحر استعانة بايه؟ بالشياطين، استعانة بالشياطين. شيلها، مش في سورة البقرة اتبعوا ما تتلو الشياطين على مين اللي كان يعلم وشغال في الموضوع ده؟ جابوا منين؟ فزادوهم رهبة. يعني أثبت الله دلد يعود الدولة بيرجعوا إلى دولة. والله قالوا فنسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. قولوا آمين. وأن يرينا أمها، يعني حق حقا. دي والله الدعوة دي مهمة جدا، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا. من اللي كان يدعو يقول اللهم يا رب من كان من أمة محمد وهو يزعم أو يظن أنه على الحق وهو على غير حق، فرده إلى الحق بحق اسمك الحق يا حق. فنسأل الله تعالى إيه؟ فهي المسألة كده، لو كان يعرف، هل ممكن واحد يعرف أنه على باطل؟ طبعا فيه المستكبر والمعاند ويصر عليه، إنما هؤلاء المساكين دولة يظنون أنفسهم على الحق ويحسبون أنهم على شيء. بيقول فنسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يلهمنا رشد أنفسنا. وسنتعرض إن شاء الله لذكر شروط الولي في فصل النبوة عند بيان الفرق. بقى حيجي لك الكلام الانتزاعي عند بيان الفرق بين الكرامة والمعجزة. ومن قال من الهنود إن طريق المعرفة الإلهام، وعنوا به أن النفس إذا تجردت الشيء وأزالت الشواغل البدنية أدركته، فإنها في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف. نحن حنقف عنده ومن قال من الهنود، بس شوف في حاجة في الحاشية كده يا شيخ. الحمد لله نسر. ما هو الشيخ بيقول وعد بذكرها ولم يتعرض لها فيما يأتي سهوا منه، ولم يذكر هناك إلا تعريف الكرامة. هو نسي إيه يا مولانا؟ خلاص ماشي، نجيبها احنا إن شاء الله من كتاب آخر ونخليها ثواب لروح الشيخ، عشان الشيخ الحامدي ما يقولش نسي ولا حاجة. يعني احنا هنكملها بس كده في الشرح كده ان شاء الله. ها يلا. والمراد الشروط العلمان والمنداب الواجب احكام النواجب وعلم بس كده. خلينا واقفين على ايه؟ على ومن قال من الهنود. لا يا راجل، تنفعش كل الكافر والعاصي سواء كان مدعي اي حد من العصاة والكفار، يعني لغير ايه؟ مستقيم على الشرع. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ورجالك مناتك كلها.
يلتزم بالواحد عشان الأداء. الله أكبر الله أكبر.